طيب، في تفاصيل كتيرة متعلقة بهذه الفعالية المهمة وهذا الحدث الرياضي، إقامة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وتحديدا في استاد الملك فهد في مدينة الطائف يوم الجمعة الساعة 9 مساء. لذلك في هذه اللحظات معايا على الهاتف الأستاذ عبد العلي سكير، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ورئيس قسم الكرة السعودية في موقع كورة. تحياتي لحضرتك يا فندم، مساء الفل. أولا سعداء بوجودك معنا وسعداء بالتواصل مع الزملاء والأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبنهنيكم بالتأكيد على الانطلاقة القوية للدوري السعودي والحالة الرائعة اللي موجودة كأحد الدوريات العربية في الصحف العالمية والأوروبية. حبيبنا يا غالي أستاذ محمد، طبعا هذا الشيء مشرف لنا كعرب بشكل عام. أكيد إن شاء الله يكون المستقبل واحد جميع يعني الدوريات العربية مستقبل قريب بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب، عايز أعرف بقى كيف تستعد أو كيف يستعد الاتحاد السعودي لاستضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، فعاليات اليوم، برنامج اليوم، والاستعدادات اللي ممكن يبقى فيها مفاجآت تسرى للجماهير المصرية والجزائرية إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. أكيد طبعا بالنسبة لنهائي السوبر الأفريقي يعني خلينا نقول حدث مهم بشكل كبير جدا، وإقامته في المملكة العربية السعودية يأتي بعد خلينا نقول استضافات أحداث عربية وعالمية كبيرة خلال السنوات الماضية. فأعتقد أن استضافة السوبر الأفريقي راح يكون حدث جدا مهم. أكيد راح يكون في إقبال جماهيري كبير. وزارة الرياضة يعني عملت تسهيلات كبيرة للجماهير، فأعتقد بإذن الله راح تكون مباراة يعني جماهيرية، راح يكون في حضور جماهيري كبير، خصوصا أن خلينا نقول المبالغ الدخول تعتبر نوعا ما رمزية لتذاكر الدرجة العادية. اليوم تم طرح الدفعة الأولى وتم نفاذها بشكل كامل. حاليا خلال الساعات القادمة راح يتم أيضا اللي هو طرح الدفعة الثانية وراح تكون الأخيرة للتذاكر. يعني التذاكر هيتم طرحها على دفعتين، الدفعة الأولى كانت النهاردة ولسه الدفعة الثانية. نعم، الدفعة الأولى نفذت بالكامل، يعني الدفعة الأولى بعد طرحها نفذت بالكامل. الدفعة الثانية متى يتم طرحها مثلا؟ عشان الجمهور أنا عارف دلوقتي كله قاعد على جهاز الكمبيوتر ومستني توقيت طرح الدفعة الثانية. اليوم بإذن الله، يعني خلال اليوم خلينا نقول الساعات القليلة القادمة. نعم اليوم راح تبدأ يعني الدفعة الثانية وراح تكون الأخيرة. أكيد. طيب، هل التذاكر متاحة للجماهير الأهلوية وجماهير اتحاد العاصمة؟ الاستاد مفتوح للجماهير بشكل عام ولا في درجات محددة لكل مشجعي لكل فريق؟ لا، اللي هو التذاكر محددة، يعني ما في تحديد، التذاكر متاحة للجميع. حاليا خلينا نقول أن خلال الدفعة الأولى يعني أيضا مش بس الجماهير الأهلاوية أو خلينا نقول من الجزائر، لا يعني التذاكر متاحة للجميع. ايضا الجماهير السعوديه يعني حصلت على عدد كبير من التذاكر. طبعا المباراه مهمه جدا، واعتقد ان يعني الجميع عنده رغبه في ان يحضر هذه المباراه. اكيد باذن الله. استاد الملك فهد اعتقد بيسع لحوالي 20,000 متفرج. صحيح. طيب، بعض المعلومات برضه اللي وصلت لها ان احتمال يكون في حفل فني على هامش المباراه، وزاره الرياضه ووزاره الشباب في السعوديه، هل في بروجرام معين في هذا الحدث بحيث ما تكونش مباراه 90 دقيقه فقط؟ اكيد طبعا، هو دائما حتى في المباريات اللي تكون خلينا نقول في منافسات الدوري او منافسات الكاس، يعني منافسات المحليه، دائما ما يكون في فعاليات مصاحبه لاي مباراه. فبطبيعه الحال نفس هذا الحدث او هذه المباراه المهمه اكيد راح يكون في برنامج، او حتى لو كان حفل مصغر ايضا راح يكون في فعاليات للجماهير. فاعتقد ان الحدث نفس ما سبق وتحدثت انه راح يكون يعني جميل جدا من ناحيه تنظيميه، وراح ينال على رضا الجماهير، يعني الجماهير راح تحضر المباراه اكيد راح تكون أكيد رضا تام عن التنظيم باذن الله تعالى. في تفاصيل ممكن نعلن عنها دلوقتي ولا فيها مفاجات؟ يعني نستنى ممكن يبقى فيها مفاجات؟ يعني الى حد هذه اللحظه ما تم الاعلان بشكل رسمي عن البرنامج اليوم الثامن او اليوم البطوله، ولكن اكيد بالنسبه يعني نسبة مؤكده خلينا نقول انه راح يكون في فعاليات، يعني خلينا نقول تساهم في ان الجماهير تستمتع بكل لحظه، ان لا تقتصر الحضور الجماهيري في ارض الملعب. اكيد، برضو من ضمن المعلومات اللي عندنا اني اعتقد في دعوه لكل رؤساء الاتحادات الوطنيه في القاره الافريقيه، اكثر من حوالي 50 رئيس اتحاد هيكونوا موجودين في صاله الفي اي بي في استاد الملك فهد ان شاء الله، فكل المسؤولين في القاره الافريقيه هيكونوا حاضرين هذه المباراه ان شاء الله. صحيح، يعني بالاضافه الى رؤساء الاتحادات الافريقيه ايضا راح يكون في تواجد اسيوي، تم دعوه بعض رؤساء الاتحادات الاسيويه،
اعتقد ان الحضور راح يكون كبير جدا، خصوصا في ظل خلينا نقول هذه الفتره في اهتمام كبير جدا من قبل الاعلام العالمي بجميع الاحداث اللي تنظم في المملكه العربيه السعوديه. فاعتقد ان تواجد فريق يعني نادي كبير اللي هو الاهلي المصري والاتحاد العاصمه الجزائري ايضا راح يكون له طابع خاص. اكيد اعتقد عدد الحاضرين ممكن يمثل يعني 50% زائد واحد من كونجرس الفيفا في هذه المباراه اكيد ان شاء الله. اكيد انا من سبق تحدثت يعني هذه المباراه بالنسبه لنا احنا كعرب بالنسبه لنا هذه يعني مباراه مهمه. اعتقد ان الجاليه المصريه والاخوه المصريين الموجودين بالمملكه العربيه السعوديه دائما ما يكونون الرقم الاصعب في الحضور الجماهيري. صحيح. خصوصا جماهير الاهلي اللي دائما ما تثبت انها يعني الرقم واحد على مستوى الجماهير او الحضور الجماهيري في المملكه العربيه السعوديه. لاحظنا في بطولات مختلفه جدا لا تقتصر على كره القدم، في منافسات كره اليد، في منافسات اخرى، دائما لما يكون الاهلي متواجد دائما يكون الحضور الجماهيري كبير جدا. طيب الاهلي متواجد كمان في كاس العالم للانديه والمواجهه المتوقعه بنسبه كبيره مع العميد عميد الانديه السعوديه اتحاد جده، يعني كيف ينظر الاعلام السعودي لهذه المواجهه المرتقبه؟ وايضا جماهير اتحاد جده كيف ترى مباراتها مع الاهلي في الدور التالي في حال تخطي باذن الله فريق اوكلاند سيتي؟ اكيد طبعا هي مباراه مرتقبه يعني فور صدور القرعه، يعني الجميع يتحدث عن هذه المواجهه المحتمله. اعتقد ان صارت الامور بشكل صحيح فبالنسبه للاتحاد وايضا الاهلي يعني نسبه ان تكون مواجهه عربيه نسبه كبيره جدا. سبق وان التقى الفريقان في كاس العالم وفي معاه ثلاث مباريات اخرى، الاتحاد كان هو صاحب الفوز في ثلاث مباريات، ولكن ايضا الاهلي يعتبر هو فريق صعب جدا بالنسبه في كاس العالم الانديه. ولاحظنا المباراه الاخيره امام الهلال السعودي يعني هو استطاع ان يتخطى الهلال، فاعتقد ان المباراه راح تكون جماهيريه، راح تكون مباراه مثيره جدا. نتمنى من الفريقين ان يظهران بالصوره اللي فعلا يعني تناسب وتلبي طموحات الجماهير العربيه، خصوصا ان الفريقان يعني يملكان المقومات اللي تخولهم المضي خلينا نقول الى ادوار متقدمه، خصوصا بعد تجنب مانشستر سيتي. فانا اعتقد ان البطوله راح تكون او المباراه راح تكون مثيره وراح تنال على يعني اهتمام عالمي بشكل كبير جدا باذن الله. اكيد. هل جماهير اتحاد جده شايفه القرعه صعبه بالنسبه للبطل الدوري والمستضيف للبطوله، ولا طريق البطوله بالنسبه لاتحاد جده شايفه ان هو مناسب؟ طبعا اكيد هو تواجد اي فريق في نهائيات كاس العالم للانديه يعني لا يتوقع ان يكون طريقه سهل، ولكن اعتقد بما ان القرعه جنبت الاتحاد الوقوع في طريق مانشستر سيتي في بدايه الادوار، فاعتقد ان القرعه مناسبه جدا. من الطبيعي ان يكون عندك مباريات يعني تتحمل الصعوبه نفس المباراه ممكن المحتمله الثانيه امام الاهلي، ولكن اعتقد ان القرعه مناسبه جدا، مناسبه يعني خلينا نقول على الاقل نشوف فريق عربي في ادوار نهائيه كاس العالم للانديه. اعتقد ان القرعه جدا ممتازه سواء للاتحاد او ايضا للاهلي. اكيد. فوز الاهلي على الهلال لسه لغايه دلوقتي الاعلام السعودي بيتكلم عليها كمباراه، رغم ان المنافس القادم للاهلي يعني ممكن يكون فريق اخر زي اتحاد جده. مدى ارتباط الاعلام السعودي بنتيجه هذه المباراه وتاثيرها على مباراه الاهلي واتحاد جده؟ طبعا دائما المباريات العربيه لما تكون في منافسات خارجيه دائما ما يكون لها تبعات كبيره جدا، لان خصوصا لما تكون بين احد الاكبر الانديه سواء على مستوى المملكه العربيه السعوديه وايضا على مستوى مصر. فدائما هذه الامور تؤخذ بالحسبان بحيث ان هذا الفريق مهما كان يمر بظروف او مهما كان ان عنده بعض المشاكل الا دائما في الاحداث او البطولات العالميه يكون حاضر. فدائما التذكير بالنتائج السابقه امام الانديه العربيه امر شائع بالنسبه للجماهير في العالم العربي، ولكن لكل مباراه طبعا اكيد ظروفها المختلفه، لكل مباراه يعني التحضيرات تكون هي امر فارق، خصوصا ان الاتحاد حاليا يعني بنسبه كبيره مختلف كليا عن السنوات الماضيه. أكيد. الاتحاد يعني حاليا خلينا نقول في اتم الجاهزيه، فانا اعتقد ان جماهير الاتحاد يعني عندها ترقب كبير لهذه المباراه، وبنفس الوقت خلينا نقول عندها ثقه في ان الفريق قادر انه يعني يمضي قدما في كاس العالم للانديه، خصوصا راح تقام في جده وامام حضور جماهيري كبير جدا.
اكيد في تراكم من جماهير اتحاد جده وايضا من جماهير الاهلي، لان مباراه اكيد هتكون ما بين اكبر فريقين سواء في مصر او في المملكه العربيه السعوديه، لكن نتمنى في النهايه ان شاء الله نشوف مباراه تليق بالكره العربيه والمصريه والسعوديه سواء في كاس العالم للانديه او حتى مشاركه الاهلي في السوبر امام اتحاد العاصمه. استاذ عبد العلي سكير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله والتفاصيل الهامه بخصوص مباراه السوبر وايضا ردود الافعال على قرعة كأس العالم للأندية، وكل التوفيق يا رب للأهلي في البطولتين، بطولة السوبر الإفريقي والبداية يوم 15/9، وعندنا كمان كأس العالم للأندية ويوم 15 ولكن 15 ديسمبر في مدينة جدة. التوفيق يا رب يكون للنادي الأهلي.